طيب زملاء، ناتي إلى فكرة أخيرة في جلستنا لهذا اليوم، وهي فكرة ربط الجداول. شوفوا، أنا ما عندي بالتصميم قاعة البيانات اللي عندي ما عندي غير جدول واحد، وهو جدول الموظفين. طيب شلون بدي أربط؟ فلذلك راح أقوم بتصميم جدول أو إنشاء جدول ثاني، وراح أسميه على سبيل المثال جدول الموظف، جدول الأقسام. شو بدنا نضيف جدول؟ نروح على إنشاء، وضمن الجدول أضغط على تصميم الجدول، فراح يفتح لك نافذة جديدة إلى جدول جديد. تصميم للجدول تمام مثل ما حكينا عنه سابقا. صار بامكانك تحط الحقول اللي عندك اياها. اول شيء راح احط رقم القسم، تمام، راح اعطيه نوع بيانات ترقيم تلقائي على سبيل المثال. طيب الحقل الثاني راح اعطيه اسم القسم، تمام زملاء، اعطيه نوع بيانات نص مختصر، تمام زملاء. هي فيما يخص الحقول راح اكتفي بها الحقلين على سبيل المثال من اجل الشرح، نحن مو اكثر، مو الغاية التعقيد، تمام زملاء. طيب لازم احفظ هالجدول، اضغط على الاكس وسألني هل تريد الحفظ، اعطيه نعم، اعطيه اسم لهذا الجدول وليكن الاقسام، تمام زملاء، اعطيه موافق وكاتب لي انه لا يوجد مفتاح اساسي، هل تريد انشاء مفتاح اساسي الان، اعطيه نعم، ارجع اضغط على جدول الاقسام واضغط على التصميم. شوفوا زملاء، اعطاني انه رقم القسم هو المفتاح الاساسي لجدول الاقسام، تمام زملاء. طبعا انا كنت لاحقا، يعني حتى لاحقا حتى لو مو سائلني وضايفه، لازم ضيف مفتاح اساسي لجدول الاقسام من اجل الربط. قلنا انه احد الشروط اللي حتى اربط بين جدولين لازم يكون عندي مفاتيح للربط، وهي المفتاح الاساسي والمفتاح الثانوي، تمام زملاء. فالجدولين كل جدول لازم يكون فيه مفتاح رئيسي او مفتاح اساسي. طيب بعد ما ضفت الجدول الثاني وهو جدول الموظفين، ولازم طبعا بالنسبه الى جدول الموظفين الجدول السابق اللي عندي اياه لازم تتاكد انه فيه مفتاح اساسي. طيب الحقل الاول وهو مفتاح اساسي، فبالتالي عندي مفتاح اساسي للجدول القديم اللي عندي وهو جدول الموظفين، فصار عندي مفتاحين اساسيات. طيب نسكر هالنوافذ اللي عندي اياها، تمام زملاء. شلون بدي اقوم بالربط بين هالجدولين؟ شوفوا زملاء، ننقر نقر مزدوج على اي من الجدولين، وراح يتفعل عندي كما قلنا ادوات الجدول، تروح الى تبويب جدول. في احدى الادوات الموجوده في علاقات، موجوده عندك اداتين تحت مسمى العلاقات، تختار اول اداه وهي العلاقات، هاي التعريف ارتباط بين جدولين، تنقر عليه، راح يفتح لك نافذة جديدة وهي إظهار الجدول، راح يجيب لك الجداول اللي عندك إياها، تعطيه إضافة، يضيف لك الجدول الأول، ترجع تعطيه إضافة، تحدد على الجدول الثاني، تعطيه إضافة، يضاف لك الجدولين إلى منطقة التصميم الخاصة بالارتباط أو تعريف الارتباط، تمام زملاء. زملاء من أجل الربط بين جدولين، طبعا العلاقة أنا بعرفها مسبقا وهي علاقة one to many، يعني قسم طرف واحد إلى عدة أطراف، يعني القسم يحوي أكثر من موظف، والموظف يحوي أو ينتمي إلى قسم واحد وواحد فقط، تمام زملاء. فبالتالي لازم يكون عندي في جدول الموظفين لازم يكون عندي مفتاح ثانوي وهو المفتاح الرئيسي لجدول الأقسام، بالتالي لازم قوم بإضافته، تمام زملاء. طيب نسكر نحن هالنافذة، أعطيه لا إنه ما بدي الحفظ، وأروح إلى جدول الموظفين، ومن عرض أعطيه طريقة عرض التصميم، وبالأسفل التصميم لازم نضيف حقل ثاني وهو رقم القسم، تمام، كتبت له رقم القسم، لازم أعطيه من نفس نوع الحقل، نفس نوع مفتاح الرئيسي الموجود في جدول الأقسام، يعني رقم القسم هو نوعه لازم يكون رقم، ليش؟ لأنه أنا أعطيته بجدول الأقسام أعطيته نوع بيانات وهو ترقيم تلقائي يعني رقم، فلازم يكون عندك المفتاح الثانوي لازم يكون من نفس نوع المفتاح الأساسي الموجود في الجدول الأساسي، تمام زملاء. طيب نرجع إلى، نوقف على هالجدول أو جدول الموظفين، نروح إلى طريقة العرض ورقة البيانات، أعطيه حفظ، واروح الى تبويب جدول، الى علاقات، انقر على كنترول، انقر الى، وحدد طبعا كل الجداول، اعطيه اضافه، فضاف لك الجداول اللي عندك اياها وهي جدولين،
شوفوا زملاء ضاف لك حق الجديد وهو رقم القسم. طيب من أجل الربط زملاء، من أجل الربط قلنا أنه العلاقة اللي عندي إياها في الجدول بين هالجدولين هي معروفة عندي بشكل مسبق، وهي علاقة رأس إلى أطراف، علاقة 1 to many. شو معنى الكلام؟ معناها أنه القسم الواحد يحوي أكثر من موظف، والموظف الواحد ينتمي إلى قسم واحد وواحد فقط، فبالتالي هنا العلاقة 1 وهون many. فلما أربط لازم جيب خط أو علاقة من المفتاح الأساسي الموجود في جدول الأقسام إلى المفتاح الثانوي الموجود في جدول الموظفين، والمفتاح الثانوي هو مفتاح رئيسي كما قلنا سابقا في جدول آخر وهو جدول الأقسام. طيب لحتى ننشئ العلاقة هاي، شوفوا زملاء، قلنا توقف على المفتاح الرئيسي، تضغط بزر الماوس الأيسر وتروح إلى المفتاح الثانوي من الون إلى الماني. شوفوا زملاء، مؤشر الماوس صار في إشارة زائد، يعني صار بإمكانه يضيف لك علاقة، تمام؟ لو فلتت فتح لك نافذة جديدة وهي عبارة عن تحرير للعلاقات بين الجداول، تمام زملاء؟ شوفوا زملاء، في النسبة لها النافذة هاي وهي نافذة إنشاء العلاقة، كاتب لك أنه العلاقة طرفي العلاقة وهي الأول رقم القسم موجود في جدول الأقسام، الثاني وهو رقم القسم وهو الفورين كي موجود في جدول الموظفين، تمام زملاء؟ بالأسفل في عندك خيار غير محدد بشكل افتراضي وهو فرض التكامل المرجعي. شو معنى الكلام؟ لو ضغطت عليه يتفعل عندك الخيارين التاليين وهي التتالي تحديث الحقول المرتبطة وهي الكاسكيد، تتالي يعني الكاسكيد. هاي الفكرة اللي حكينا عنها أنه لما بدك تحذف حقل رئيسي لازم تنحذف الحقول الثانوية المرتبطة به، تمام زملاء؟ يعني إذا حذفت قسم لازم تنحذف الموظفين المرتبطين بهذا القسم، فبالتالي لازم تتفعل خيار تتالي حذف السجلات المرتبطة. هاي فكرة الكاسكيد، تمام زملاء؟ إذا كان ما بدك، لا، إذا حذفت قسم ما بدك ينحذفوا الموظفين المرتبطين مع هذا الحقل أو المفتاح الرئيسي، تشيك عن هذا الخيار، تمام زملاء؟ شوفوا على نوع العلاقة، كتب لك نوع العلاقة هي علاقة رأس بأطراف، يعني 1 to many. لكن زملاء أنا راح شيل التشيك عن هذه الخيارات، ليش؟ لأنه لسه أنا ما دخلت بيانات في جدول الأقسام، ما عندي ارتباط، فبالتالي ما راح يوافق لحتى أني دخل بيانات وتكون موجودة بشكل صحيح، تمام زملاء؟ أعطيه إنشاء بعد ما خلصت، أعطيه إنشاء. شوفوا زملاء أضاف لك خط وهو يمثل لك العلاقة بين جدول الأقسام وجدول الموظفين، تمام زملاء؟ طيب نحن نروح على جدول الموظفين، بعد ما خلص من جدول إنشاء تصميم العلاقة أعطيه حفظ، نروح على جدول الموظفين. أول شيء لازم أعبي بالأقسام، لازم أعبي أكثر من قسم، أول قسم راح أسميه على سبيل المثال الإغاثة، القسم الثاني شوف أنا هو عم كمل تلقائي، القسم الثاني الزراعة. شوفوا زملاء، وليكن ضفت هالأسماء الأقسام التالية: 1 إغاثة، 2 زراعة، 3 المواد غير غذائية، إدارة المعلومات إلى آخره. طيب نروح إلى جدول الموظفين الخاص بعرض البيانات اللي فيه، ونحاول نحط الأرقام، هون ندخل بالنسبة إلى رقم القسم نضع أرقام الأقسام الخاصة بكل موظف، يعني على سبيل المثال وليكن أنه الموظف اللي رقم 1 وليكن رقم قسمه 4 إدارة معلومات، تمام؟ ترجع تروح على البعده تعطيه فرضا 2 بعد 1 إلى آخره، مشان إيش؟ مشان بعد شوي بإمكاننا نستعلم عن أسماء الأقسام الخاصة بكل موظف. طيب نعبي هالجدول، تمام؟ فعبينا رقم القسم الخاص بكل موظف، ورقم القسم يعبر لك طبعا عن اسم القسم، تمام؟ طيب افترض انه هاي البيانات صارت جاهزة عندك في الجدولين، وصار بإمكانك تستعلم من أي من هالجدولين سواء من 2 معا أو من جدول واحد. طيب شلون بنقوم بإنشاء استعلام ويستخدم الربط بين الجدولين؟ شوفوا زملاء، نروح على إنشاء، من إنشاء تروح على معالج الاستعلام، تختار وليكن معالج الاستعلامات البسيطة والخيار تعطيه موافق. شوفوا زملاء، هون لما ضغطت على السهم أو قائمة الجداول والاستعلامات الموجودة عندك في قاعة البيانات ضاف لك الجدول الثاني وهو الأقسام، فصار عندك جدولين. طيب ولو اخترنا الجدول الأول أو الجدول الأساسي اللي عندنا وهو جدول الموظفين، طيب أنا بدي على سبيل المثال بدي الاسم
بدي الاسم من جدول الموظفين والوظيفة والخبرة والراتب الأساسي، تمام. وبدي كذلك من الجدول الثاني وهو جدول الأقسام بدي اسم القسم فقط، تمام زملاء. فصار هيك جبت حقول من الجدول الأول والجدول الثاني، وبإمكانك أنك تجيب من استعلام معين، تمام زملاء. طيب بعد ما خلصت اختيار الحقول من الجدولين أعطيه التالي، بإمكانك تعطيه بشكل تفصيلي، تعطيه التالي، بإمكانك تعطيه اسم للاستعلام وليكن الموظفين والأقسام وكلمة استعلام مشان ميزه انه استعلام، تمام زملاء. اعطيه انهاء فاشوف ايش اللي صار، ضاف لك استعلام جديد وهو الموظفين والأقسام وكلمة استعلام، وها هي جاب لك البيانات، جاب لك اسماء الموظفين والشغل الوظيفي لكل موظف وسنوات الخبرة والراتب الأساسي والقسم اللي تابع له، تمام زملاء. فهيك يعني احد الاستفادة من ربط الجداول، وهيك نقوم بربط الجداول والاستعلام من اكثر من جدول. وهيك زملاء نكون وصلنا لنهاية جلستنا لهذا اليوم. نذكر بالافكار اللي اخذناها في الجلسة، تعرفنا على مفهوم قواعد البيانات واخذنا عدة افكار فيها، تعرفنا كذلك على برنامج الاكسس والواجهة الرئيسية، وشفنا شلون ننشئ جداول ونربطها مع بعض وننشئ استعلامات ونماذج وتقارير. وزملاء بنهاية جلستنا لهذا اليوم نكون وصلنا إلى نهاية جلسات دبلوم الICDL اللي مشينا فيه مع بعض طوال عدة جلسات، واخذنا عدة أبواب وعدة أبحاث فيه نذكر فيها، وهي تقنية المعلومات، وتعلمنا استخدام الحاسب الآلي وإدارة الملفات، وكذلك تعرفنا على برنامج الوورد واخذنا عدة أفكار فيه، وبرنامج الإكسل والباوربوينت والأوتلوك وبرنامج الأكسس وقواعد البيانات. أخذنا كذلك زملاء بعض التطبيقات على الانترنت، أخذنا فيها تعلمنا فيها تقنيات البحث في جوجل واستخدام البريد الإلكتروني لإرسال واستقبال الرسائل. وهيك وصلنا إلى نهاية الجلسات لدبلوم الICDL. أتمنى زملاء تكونوا استفدتوا من الأفكار الدبلوم، وأتمنى لكم التوفيق. أشكركم زملاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.